ده النهارده كان مهم جدا عن نبات البامبو، تعريفه واستخداماته وكل ما يهم عن انشاء مزرعه البامبو او ازاي نستخدمه. عن طريق يعني مثلا موضوع كان رائع وحاضر يمكن عن مزرعه البامبو غنيه جدا. ان شاء الله يكون تقدم مزيد محاضرات البيت هذه. النهارده حضرنا ندوة عن البامبو في محطة الصباحية الإسكندرية، وهي كانت ندوة مفيدة ومثمرة. حضرنا ندوة عن البامبو ورؤية أخرى لاستخدامات البامبو. إحنا كلنا بنعرف إن هي كنباتات زينة وبتاع، لكن زينة ونعرف فوائدها الخشبية النهارده بنضافه لينا معلومات عن أدوات استغلالها في المنتجات الخشبية كزينة وفي التصميم. شكرا للقائمين على الندوة ولينا معلومات عن أدوات استغلالها في الندوة النهارده عن البامبو. الحمد لله استفدنا كتير من الاخوة الدكاترة. صناعات كتيرة بس للأسف مش منتشرة في مصر زراعته وتصنيعه، لكن واضح ان هو خامة جيدة جدا، يعني خامة طبيعية وجيدة، وزراعة ممكن تستخدمها في حاجات كتير تفيدنا وتوفر علينا وتشغل صانع كبير وتشغل على طبيعية وجيدة تنين، بس تركيز من الجهات ممكن تستخدمها في حاجات كتير مسؤولة وجهات توفر على تمول وتشغل علشان صانع كبير وتشغل على طبيعية. الموضوع ده تنين بس تركيز ينتشر في مصر، خصوصا ان زراعته حتى انا كراجل مزارع يعني زراعته سهلة جدا، ما يحتاجش لا مية ولا يحتاج اي كيماوي ولا تسميد ولا مبيدات ولا حاجة بيطلع كده ولا عملية شغل. بس التصنيع بعد كده هو المهدات اللي هو ممكن بعد كده هو العمليه بشكل مسار الفن وعمل على قيمه جدا. بس التصنيع بعد كده مزيره وبالنسبه للخصيصه وكان بصراحه الوضع كان محتاج وقت اطول بصراحه، وما ضغطوا المعلومات بشكل قوي جدا، وكان محتاجين كمان هذا البرنامج يزيد بشكل اكبر بشكل يكون يومي في مده اسبوع 10 ايام بشكل اكمل جميع الصفات والحاله الزراعيه والفوائد الناتجه من هذا المنتج القوي جدا. شكرا. النهارده طبعا انا جاي علشان الندوه بتاعه البامبو. الحقيقه يعني ندوه من احد الندوات اللي بينظمها فرع قسم الاشجار في الصباحيه، واحنا يعني متعودين على نشاط كبير في الفرع هنا في الصباحيه. والحقيقه الفرع يعني الموضوع بتاع البامبو من الموضوعات الجديده واللي ما عليهاش تغطيه يعني سواء علميه او اعلاميه، يعني تنشيط كبير للموضوع. عندنا دكتورة نبال متخصصة في البامبو، كان ليها رسالة دكتوراه عنها، كانت موجودة النهاردة وعملت برزنتيشن يعني كويسة. وأيضا دكتور حسام جه من القاهرة، دكتورة نبال جاية من القاهرة. بنشكرهم الحقيقة على سفرهم ومجهودهم وحضورهم لينا والمعلومات القيمة اللي زودونا بيها. ونتمنى ان الفرع يعمل يعني ندوات اكتر. المهم في الموضوع او الاهم بالنسبه لي ان يتم يعني نقل او تطبيق الابحاث والرسائل العلميه اللي اتعملت وما تفضلش حبيسه الادراك ان شاء الله. شكرا جزيلا.